أستمر في نقل الجديد والحصري على قناتي. وفيديو اليوم عن جديد قنوات نايلسات، وهو تردد واحد فقط يقوم بتنزيل 11 قناة جديدة، منها قنوات أفلام وقنوات مسلسلات ظهرت مؤخرا فقط على القمر الصناعي نايلسات. تابعوني للنهاية لمعرفة كل ذلك. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين والمتابعين الأوفياء بدون استثناء، كل محبي قناتنا. تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، وأقدم شكر خاص لكل من يترك لنا بصمة جميلة في القناة. شرفتوني جدا بحضوركم وتواجدكم معي. وأنت من تشاهدني، إن كنت متابعا جديدا وأول مرة تشوف القناة، مرحبا بك. يسعدني أن تنضم إلينا واشترك الآن فضلا وليس أمر في القناة، وفعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد أقدمه. وإن أعجبك الفيديو وتريد أن نستمر في نقل المزيد من الترددات والقنوات الجديدة، ما عليك إلا الضغط على زر لايك أو ترك تعليق أسفل هذا الفيديو. إذن كما قلت في بداية هذا الفيديو، نستمر مع جديد ترددات قنوات نايلسات وترددات القنوات الجديدة، حيث سأقدم لكم اليوم تردد واحد يقوم بتنزيل 11 قناة جديدة، منها قنوات أفلام وقنوات مسلسلات على القمر الصناعي نايلسات. إذا نبدأ مع التردد، وهو 11177 معدل ترمي 27500 الاستقطاب أفقي H، حيث يقوم بتنزيل إيجيباست سيما، إيجيباست كوميدي، إيجيباست سينما، إيجيباست أفلام، وأطلب سينما، أطلب أفلام، أطلب زمان، أطلب توداي، أطلب دراما، أطلب حكايات، وفورجي أفلام. هذا ما لدي اليوم أحبائي، وأعدكم بنقل كل ما هو جديد من تغيرات وقنوات على الأقمار الصناعية. وإن لديكم أي اقتراحات فاتركوها لي في التعليقات، لأن آراءكم تهمني. مشاهدة طيبة أتمنى لكم أعزائي المشاهدين، وأتمنى أن تستفيدوا من القناة وأن أكون دائما عند حسن ظنكم. إن كان لديكم أي استفسارات فاتركوها لي في التعليقات. لا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث أهم الترددات باستعداد باستمرار. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.